بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن غسالة اللي هي السامسونج، اللي هي الأوتوماتيك الكامل 6.5 كيلو. هنشرحها إن شاء الله، تكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. طبعا دي الغسالة بتاعتنا، وده البروجرامات بتاعتها والأوبشنات، وده الباور، وده الموديل بتاعنا هو 6.5 كيلو. ودي الحلة بتاعتنا، ان شاء الله هنشرحها، يكون شرح سهل وبسيط باذن الله. بالنسبه لنظام التشغيل، بص كده حضرتك شايف الجوان ده، تحت جوان ب 5 سم او 6 سم، شايف قبضه الايد كده، من تحت قبضه الايد مستوى الغسيل لحد جوه، من فوق فاضي، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزلش. البطانيه الكبيره لا، لحاف الفايبر الكبير برضه بحمل الغسالة، ممكن البطانية الصغيرة بتاعت الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس محطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، محطش اتنين كوفرتة كبار مع بعض، حمل الغسالة كوفرتاية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بتوع الأطفال أو اتنين كوفرتة بتوع الأطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، أو كوفرتة كبيرة ومعاها كوفرتة صغيرة، لكن ما ينفعش أحط اتنين كبار مع بعض دفايتين كبار، وما ينفعش أحط اتنين كوفرتة كبار مع بعض، يبقى حمل على الغسالة. بتشرب ميه كتير فيبقى حمل على الغسالة. ده بالنسبة للملابس بتاعتك. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، هنعمل ايه؟ بجيب كيسة بسوستة كده عامل زي شبكة الكورة، بحط فيها الشراب أو المنديل. ليه؟ أثناء التكييف السرعة العالية بتاعة الغسالة، ممكن الشراب أو المنديل يخش ما بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، يعمل لي مشكلة في الغسالة فيما بعد. فهو أفضل حاجة إن أنا أحط الشراب أو المنديل أو أي حاجة صغيرة أحطها في قلب كيسة بسوستة كده، بحيث إنها وقاية إنها ما تخش ما بين الحلة وبعضها. ده بالنسبة للملابس. في عندي هنا بالنسبه للدرج المسحوق، بحط هنا 3 ارباع كميه المسحوق، وبحط هنا ربع كميه المسحوق، بحط هنا الاضافات، داوني، معطر، اي اضافات ايا كانت. دايما احاول قدر المستطاع ان انا ما ازودش المسحوق قوي، يعني لو المسحوق عندي مثلا بحط كوبايه، لا خليها نص كوبايه بس، هيبقى نص 3 ارباع كوبايه هنا، 3 ارباع نص كوبايه هنا، وربع نص كوبايه هنا، والاضافات بحطها هنا. اما اجي احط داوني ما احطوش خام، لو انا بحط مثلا معلقه صغيره دوني، لا اخليها نص معلقه بس صغيره دوني واخفها، هتبقى ريحتها افضل من ان انا احط معلقه. ماشي، يبقى هنا اتفقنا زي ما احنا قلنا، 3 ارباع كميه المسحوق، ربع كميه المسحوق مهما كانت. هنا الاضافات، دوني قلنا نخف المسحوق ونخف الدون، ما نكترش، لان كتر الدون اصلا كتر المسحوق ده بيعمل بقع على مواد في الغسيل، زائد ان بيعمل شروخ في الحاله الخارجيه بتاعه الغسيل، دي ماده كيماويه فبتاثر بالسلب على الايه، الحاله الخارجيه بتاعه الغسيل، زائد ان ممكن يعمل لي رغوه عاليه، يعمل لي مشاكل في البورده بتاعتي، او ان هو يعمل مشاكل عند الليفل، يديني تخريب في الغسيله اصلا. لو جيت اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على علامه الصاع ده اللي هي البوش ده، اطلعها بره كده. الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها، ومن جوه برده نفس القصه، نضفها برده واركب الدرج زي ما احنا شايفين كده، كله سهل ما فيهوش اي حاجه. تمام. بالنسبه بقى لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد ما ضغطت عليه كده لقيت الغساله. اول ما بتقيد الغساله بتجيلي طبعا برنامج الكوتون اللي هو الرئيسي بتاع الغساله، هتبدا لو ضغطت طبعا استدرج وكده كده تشغيل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. لو انا عايز برنامج تاني غير الكوتون ده اللي هو القطنيات، اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه، بقيت الغساله ما بروحش عند ستاتر اوكيت اكيد تشغيل، بقلب من حاجه اسمها البروجرام اللي هو البرمجه، بقلب منها كده عندي ايه اللي هو الكولر اللي هو الملابس اللي هي الملونه، لو انا عايزها برده اقوم ضغط ستارت تشتغل معايا. لو قمت عامل كده قام مديني الاصطناعي اللي فيه نسبة الياف صناعية أكتر، قمت عامل كده اداني الهاند ووش، هو الغسيل يدوي كده، الول اللي هو الأصواف، الكويك اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. طبعا أي برنامج أنا بختاره هو بيظبط درجة حرارته وعدد لفاته. هنا كده رينس زائد سبين، لو أنا غاسل بره وعايز تعمل غسالة شطف وعصر بس، بستخدم رينس زائد سبين كده، سبن بس. لو انا غاسل بره وشاطط بره وعايز غسالة جافف بس، بجيب ايه السبن لوحده واقوم ضاغط ستارت، وبعد كده القطن. اي برنامج في الدنيا فيه هوش ورنس وسبن، اللي هو الغسيل والشطف والعصر. طيب معانا طبعا الجزئين اللي هو الرنس والسبن لوحدهم، او الجزء الواحد اللي هو السبن لوحده. في عندي بقى اوبشنات حاجه اسمها التمبريتشر، درجه الحراره، هي درجه الحراره بتاعت البرنامج جايبه لي كام؟ 60 درجه حراره. لو انا عايز اتحكم في درجه الحراره اعمل ايه؟ باجي عند التمبريتشر اهي واقوم ضاغط عليها كده، اداني 95 غليان لو انا عايزها غليان. لو قمت عامل كده لغيت الحراره خالص لو انا عايزها كولد بارد اصلا. لو قمت عامل كده اداني 30 لو انا عايز درجه حراره 30، لو انا عايز درجه حراره 40، لو انا عايز درجه حراره 60، زي ما انا عاوز.
عندي حاجه اسمها التكهيف اللي هو السبين اللي هو الدوران، هو جايب لي عدد اللفات بتاعت البرنامج كام؟ 1000 لفه. لو قمت متك على السبين تكه قام مديني نص بين يعني بدون عصر، الغساله تخسر وتشطف، تطرد الماء في دقيقه، ولكن ال 13 دقيقه ولا 14 دقيقه اللي هم بتوع التكهيف مش هتعملهم. بعض الناس بيعملوا القصه دي زي جماعه كبار في السن زمان، ست بتقول لك ايه انا عايز ان تطلع مش مجعده او مش مكرمشه وتقوم فردها بايديها كده. بس حالا دلوقتي ما عادش حد بيعمل الكلام ده، كله يقول لك بستسهل ويجيب درجات بحيث ان هدوم تبقى متجففه يعني. بعد كده عنده 400 لفه اقل حاجه في التكفيف بحيث ان هدوم ناديه جدا ولكن ما بتنقطش ميه. 800 لفه ده الوسط بتاع التكفيف، 1000 لفه اللي هو اعلى حاجه خالص في التكفيف. في بعد كده عندي في اوبشنات اهيت، لو ضغطت على الاوبشن ده كده مديني حاجه اسمها رينس هولد، يعني ايقاف الشطف، الغساله تغسل وتيجي عند الشطف تعمل توقف مؤقت، مجرد ضغط ستارت تبقى تكمل البرنامج بتاعها عادي. نادرا لما حد بيستخدم النقطه دي، محدش بيحب ان الغساله تغسل وتيجي عند الشطف وتقف، كل عايز الغساله تغسل وتشطف وتجف تطلع تنشر، فمحدش يستخدم النقطه دي اصلا. في عندي بقى رنس موجب، يعني شطفه اضافيه غير الشطفه بتاعت الغساله، يعني انا عندي لو الغساله بتشطف مرتين وانا خدت الشطفه الاضافيه يبقى كده هتشطف معايا 3 مرات، لو بتشطف مره يبقى كده هتشطف معايا مرتين كده. ادتني ايه؟ في عندي رينس موجب ورينس هولد كده. الغساله هتشتغل معايا شطفتين هتشتغل معايا الشطفه بتاعه البرنامج العادي، وتيجي تعمل هولد عند الرينس موجب اللي انا خدته اضافه، هتعمل توقف مؤقت. لو قمت عامل كده قام مديني بريوش اللي هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او ده نظام ناقع كده، وانا عايزها برضو بختار كده، عايز بريوش ورينس هولد كده، خدت شطفه غسله مبدئيه او غسله اوليه وخدت معاها توقف للرينس اللي هو ايقاف الشطف اللي هو الرينس هولد كده. اداني بريوش ورينس موجب اللي هو شطفه اضافيه، بريوش هو الغسله المبدئيه او الغسله الاوليه او زي نظام الناقع كده، ورينس موجب اللي هو الشطفه الزياده كده. الثلاثه لو انا عايز بريوش ورينس موجب ورينس هولد ايقاف شطف، لو انا عايزهم الثلاثه بختارهم زي ما احنا كده طفيت الثلاثه اصلا. في بعد كده عندي حاجه اسمها التايم ديلي اللي هو او ديلي ستارت اللي هو تاجيل التشغيل. احنا مثلا وليكن هنشغل مثلا الغساله الساعه 10 بالليل، وليكن الدور هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هنخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل الغساله من اول الساعه 12 بالليل لحد ثاني يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8 بالذات في الصيف. هاجي اخرج الملابس هلاقي الملابس ريحتها مش كويسه. في نقطة هتفيدني في الموضوع، حاجة اسمها التايم ديلي أو الدراسة أو تأجيل التشغيل. تقريبا مثلا هتناموا كام ساعة؟ تقريبا هتناموا كام ساعة؟ 6 ساعات. 6 ساعات، هقوم واخد هاي الباور اهوت وأقوم جاي عند التايم ديلي دهيت، أقول لها احنا هننام 6 ساعات، 3 4 5 6 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة مش هشتغل الا قبل الست ساعات بوقتها، يعني هي وقتها ساعتين زي ما احنا اتفقنا، هي الساعة الرابعة وانتوا نايمين هتشتغل، الساعة الستة فتحوا عينكم من النوم هتلاقيها مخلصة معاك، انتوا مخلصين النوم هي مخلصة الغسالة، يعني خرج الملابس هلاقي الملابس فريش مفيش اي مشكلة، مفيش كمكمة يعني بمعنى اصح. تمام؟ ده بالنسبه للتايم ديلي. لو انتوا في سفر برضه، لو انتوا في عمل ولا حاجه وجايين في الوقت بالظبط، افتحوا باب الشقه هتلاقي الغساله تديك النهايه بتاعتها، هتخرج الملابس هتلاقي الملابس صحتها كويسه مفيش اي مشاكل. تمام كده؟ طيب انا ضغطت باور وضغطت ستارت ومش عايز الساده الاطفال يلعبوا في الغساله، اعمل ايه؟ بقوم متك على الاثنين دول مع بعض على السبين والاوبشن الاثنين سوا كده، هيقوم جاي قايد لي مين؟ هيقوم قايد لي كده عشان الغساله مش مطفيه، الباب ما كانش مطفي كويس، اداني مين؟ علامه الاف الطفل الصغير اهي نورت احمر، هي اللمبه بتاعتها قالت كده. الطفل مستحيل ان يعرف يعمل اي حاجه في الغساله، مستحيل الا حاجه واحده، يقوم طفل الغساله. هو الطفل طفل الغساله مش هيسكت لان انا امسكها فاكر انها لعبه، فهيقعد يلعب هيقيدها بس اجي اشغلها مش هيعرف. انتوا نفسكم ما تيجوا تشغلوها مش هعرفه. عشان نشغلها تاني نعمل ايه؟ بنفس الطريقه الاثنين مع بعض كده اهو، نلغي القفل بتاع الاطفال كده، لغيت قفل الاطفال كده اقدر اتحكم في الغساله زي ما انا عاوز. تمام؟ الطريقه اهم حاجه خلوا فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه الغساله، او اشتغلوا دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندي غسيل، لكن مركنش شغل اسبوعين وقام عامله كل في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول هيبقى افضل واحسن، وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل فيشه بتاعتي عشان خاطر لو الكهرباء جت عاليه الكهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البرده مع المدى البعيد سنتين ثلاثه قدام بقاش في مشكله. تمام كده؟ لو احنا غسلين بره وشطفين بره وانا غسالة جفف بس، بقوم اي الدور وقوم جاي عند السبين نهائيا، هاخد مثلا ايه 1000 لفه. بسم الله، لا ده انا عندي هنا التكفيف عن طريق البروجرام، هقوم اقلب وجايب البروجرام عند السبين لوحده واقوم ضاغط استر،
هي في خلال 10 دقائق هتكون طرد المايه وجافه الحل. ماشي، هي كده بدات تطرد المايه اهيت وبدات الغساله تلف معايا كده. حركه الحله هتبدا تشتغل دلوقتي كده، ده كله طارد، الحله بدات تلف معانا دلوقتي. طبعا هي الغساله دي كانت الغساله دي اصلا كان فيها مشكله ان هي ما كانتش بتصرف الميه اصلا، فاحنا غيرنا الترومبه بتاعتها. هي الترومبه بتاعتها اصلا بتاعت السامسونج اهي، لسه مغيرينها دلوقتي والحمد لله ايه الصرف اشتغل وبقت تمام. لو في اي حد عنده استفسار ولا حاجه يبعت لنا على الكومنتات، نقدر نحل معاه على التليفون ان شاء الله لو هو قريب مننا نروح نحل المشكله بتاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.